خلينا بقى نبتدي كده، انه بما انه فاضل خلاص 3 ايام ودور المجموعات يخلص، قولي لي كده من الاول كده، شايفه كاس العالم السنه دي، كاس عالم قطر السنه دي من وجهه نظرك؟ كاس عالم قوي جدا من الناحيه الفنيه، وده لان التوقيت كمان كان يهند مهم قوي السنه دي، لان دايما كاس العالم كان بيتلعب في نهايه السيزون بعد ما بيكون السيزون خلص، فاللعيبه كانت بتبقى مرهقه ومعظمها مصابه، لكن السنه دي انت بتلعبي يعتبر في بدايه السيزون، فاللي جاي جاي عامل تاهيل كويس، لعب مباريات قويه مع الفرق بتاعته، فطبيعي ان انت تشوفي اللعيبه فت، الكل فايق، فالمستوى الفني عالي. كمان في غزاره تهديفيه موجوده في المونديال السنه دي، اعتقد لو كملنا على الطريقه دي هيكون من افضل يعني افضل كاس عالم جه، يمكن من فتره طويله جدا ما شفناش الجرأه دي حتى عند الفرق الصغيره. كنت لسه اقول لك، وفي فرق صغيره عملت اداء يعني مفاجئ للجميع. انا بقول ان شعار كاس العالم السنه دي اللي هو ما تخافش، بالظبط، اركن تاريخك واركن نجومك وانزل الملعب هو الفيصل، ما فيش شيء متوقع بالظبط. صحيح. ونقدر كمان يا شيماء نحدد دلوقتي ايه المنتخبات اللي كانت باديه بدايه مميزه جدا واثبتت نفسها في المونديال، كلميني. يعني المنتخب الفرنسي لا جدال عليه، انت جايه مع بطل كاس العالم، يعني طبيعي في ناس متوقعه كده ان هو ده هيكون كويس، فبالفعل كويس. وفي طبعا العكس، يعني الارجنتين طبعا الارجنتين كانت العكس بالنسبه لنا، طبعا مع تالق المنتخب السعودي وان شاء الله يا رب التوفيق يكون حليفه النهارده قدام المكسيك. كمان عندك البرازيل، يعني ده شيء كان اساسي متوقع ان هي هتكون كويسه، وبالفعل هي كويسه، الا انا عكس الطبيعه الكونيه ما بشجعش البرازيل بالمناسبه فعلا. والله ما اعرفش ليه، يعني العالم كله بيشجع البرازيل الا انا، لا انا دايما بميل اكتر مثلا لايطاليا، مفتقداه جدا في كاس العالم. بشجع البرتغال طبعا عشان خاطر كريستيانو رونالدو، انا حقيقه يستحق، يعني ده اخر لا انا هنتكلم في الموضوع ده، هنسالك سؤال لكن ده كمان فيه. اسبانيا طبعا مع لويس انريكي عاملين شغل هايل جدا، المدرب بتاعهم في فرق كتيره لا التوقع بتاعها ماشي مع المظبوط، مع اللي هو المفروض هيكون كويس. هم من المنتخبات دي انجلترا طبعا ماشيه بشكل كويس جدا، في منتخبات كانت مفاجاه بالنسبه لي اكيد هنتكلم عنها دلوقتي يعني. صحيح، حلو قوي. عايزين بقى بما انك اتكلمتي عن كريستيانو وانه ده اخر كاس عالم لكريستيانو رونالدو، شفتي الازمه بتاعت اخر جول ليه واحتسابه وعدم احتسابه ليه، انت من وجهه نظرك كده شايفه مين؟ انت اصلا الاتحاد البرتغالي عمل ايه؟ يعني لكن تخيلي انت عندك اثنين برونو وعندك كريستيانو الاثنين في المنتخب مع بعض، والاتحاد يقف في صف في كريستيانو، الاتحاد مش بيبص، لان الهدف مش هيفرق مع برونو، بس هيفرق جدا في الاعداد القياسيه اللي بيعملها كريستيانو. صحيح. وحقيقي مش هيجي للبرتغال لاعب زي كريستيانو على مدار سنين كتير قدام جايه، طبعا الله اعلم، بس يعني في المجمل من اللي احنا شايفينه ارقامه يعني مفيش مرعبة. هو انا بشوفه اسطوره اللعبه، مرعب حقيقي بالارقام، فهو كل ده البرتغال بتعمله علشان يبقى هي ليها الصداره كاسم البرتغال من خلال كريستيانو. انا شايفه ان هي طبعا اديداس هتقول لك ان هي ما لمستش، لان هو مش ماضي عقد معاها، لكن ما اعرفش يعني، حقيقه هم طلعوا بيان انه خلاص الهدف باسم برونو، وحقيقه كان هو رجل مباراه بامتياز، يعني هو كان عامل شغله كويس جدا مع المنتخب البرتغالي. صح، يعني معك. اعتقد موضوع شركه صانعه الكوره، اعتقد ان الدنيا ما بتمشيش انه هم ماضيين ولا لا، يعني انا من وجهه نظري انه الكوره معموله بتقنيه فيها سنسرز، الناس قالوا ان هي ما اتلمستش، ولو في صور معينه بزوايا معينه بتقول ان فعلا الكرة لمسها شعر كريستيانو من زاوية معينة، بس ما تقدرش تنكري برضو ان الاعلانات والعلامات التجارية طبيعي انها تكون يعني خلاص بقينا بيزنس قوي، الكرة ما بقتش يعني انتماء ولا انا بحب فلان على حساب، لا البيزنس بيحكم. اديكي شايفة احنا النهاردة عقد الرعاية، لو ما كانش النادي الاهلي هو الاكبر والاكثر شعبية واكثر عدد بطولات، ما كانش الرعاة هيجوا يتعاقدوا مع النادي الاهلي ابدا يعني. فاهم.